مشاهدينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعدكم الاخباري متاع الساعة الثامنة على قناتكم نسمة. ومن اهم الاخبار اللي تشوفوها مع بعضنا في نشرتنا متاع الليلة: مواطن في قفصة محروق على خدمة شعر روحه في روح النار. في التسلل ثلاثة وزراء مشاو القفصة بحلول عجلة، الناس تستنى في اجراءات عاجلة. اهم المنظمات والهيئات الحقوقية في تونس تنادي بعدم تسليم البغدادي. حمى الهمامي السلفية تهديد للحريات الأساسية. وديلو يبحث عن ديل مع جرحى وعائلات شهداء الثورة. خارجية تجديد العهد للإصلاحات، التأهب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تجديد الوفاء بمواصلة تطبيق البرنامج الرئاسي والالتزام بالشراكة في التحالف الرئاسي. هذه أهم التوصيات اللي خرج بها حزب التجمع الديمقراطي في اختتام الدورة الخامسة للمجلس الوطني واللي كانت يومي 5 و6 جانفي في زيرالدا غرب العاصمة الجزائرية. حضر جمع غفير من مناضلي القواعد النضالية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي اللي جاوا من كل التراب الوطني الجزائري لحضور المجلس الوطني للحزب في الدورة نتاعو الخامسة المنظمة بالجزائر العاصمة يومي 5 و6 من شهر جانفي الحالي. ترأس أشغال هذه الدورة السيد أحمد أويحيا الأمين العام للحزب اللي ألقى كلمته الافتتاحية والختامية اللي كانت في مجملها تعبر على ثبات مواقف الحزب على كل الأصعدة. وأقول هنا أن تحضير عائلة سياسية لاستحقاق سياسي تتطلب تدابير قيادية. الدورة هذه أثرتها التدخلات الكثيرة المتنوعة ذات المستوى العالي لأعضاء المجلس الوطني، وبعد هذا النقاش المثمر بين الأعضاء توجت هذه الأشغال بلجنتين، لجنة نظامية ولجنة البيان الختامي. القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي زكاها البرلمان، الشفافية التي أقرها قانون الانتخابات الجديد، ولا سيما من حيث حضور مراحلي الأحزاب والتسليم الفوري لمحاضر الفرز. وعن نتائج وتوصيات هذه الدورة الخامسة يؤكد قيادي الحزب على نجاحها ونجاعة النقاط العديدة والمتنوعة اللي خرجت بها هذه الدورة. خرجنا بتوصيات اللي رانا ماشيين نطبقها في الميدان، بالخصوص ونحن نتأهب للاستحقاقات المقبلة. تأكيد كذلك في هذه الدورة على مكانة المرأة، وكذلك تأكيد على مكانة الشباب في التجمع الوطني الديمقراطي. وآخر نقطة وأهمها تجديد الوفاء والالتزام بمواصلة تطبيق البرنامج الرئاسي والتزام التجمع الوطني الديمقراطي كطرف وشريك دائم في التحالف الرئاسي. بالقاسم شيحاوة لقناة نسمة المغاربية، زيرالدا الجزائر. إلى اللقاء في نشرة إخبارية جديدة.